اهلا بكم مشاهدي الكرام في عدد جديد من بوليتيك دائما مع خلف بن حدا وعبد الوهاب جاكون. مرحبا بكما. مرحبا بكم مشاهدي. مساء النور. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. في عدد اليوم نتطرق الى التغيير الحكومي وتشكيله تشكيله الحكومه، ونتطرق الى اجتماع مجلس الوزراء غدا، اول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسه الرئيس تبون. نتطرق الى التعيينات الاخيره وردود الافعال، ونتطرق الى الحراك، وكذلك الى اطلاق سراح السيد برقعة و76 أو عدد كبير من موقفي الحراك. ثم نتطرق في نهاية هذا العدد إلى ليبيا، وكذلك الهجمات أو الهجومات التي تقوم بها وسائل الإعلام المغربية بإعاز رسمي ضد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المنتخب من طرف الشعب الجزائري. قبل أن نبدأ أريد أن أتطرق إلى قضية أو رغبة أو استقالة رئيس مجلس الأمة سيد عبد القادر بن صالح من رئاسة المجلس. اليوم أبلغ أو قدم استقالته رسميا، وتم اختار قام بإبلاغ أو إخبار أو اختار رئيس الجمهورية سيد تبون برغبته في التخلي عن رئاسة المجلس. طبعا سيد بن صالح مريض، ربي يشافيه، ويعاني من المرض منذ شهور طويلة، وكان واضح لما كان على رأس الدولة وقام بدوره في رئاسة الدولة، كان دور بروتوكولي، دور دستوري، لأن الدستور هو اللي حطه في هذاك المكان، ولكن كان يعاني من المرض وكان متعب ومرهق، والآن عبر عن رغبته في الذهاب إلى بيته، وطبعا الاهتمام بصحته وتخلي عن. وكنا طرقنا في هذا البرنامج، قلنا هل سيعود إلى مجلس الأمة أم سيتخلى عن منصبه، لأنه مريض. الآن كشف عن نيته، قال أنه يريد الذهاب إلى بيته، دار الاستقالة تاعو. الآن راحين نروحوا لإجراءات القانون الداخلي في المجلس لانتخاب رئيس جديد. رئيس مجلس الأمة الحالي يضم له السيد جوجيل صالح جوجيل بالنيابة. عبد الوهاب جاكون، ما رأيك أنت في ما قام به السيد عبد القادر بن صالح؟ ربما هو فيه دافعين لأدوا به أنه يأخذ هذا القرار. الدافع الأول هو شخصي المتعلق بوضعيته الصحية، لأنه ما يقدرش أنه يباشر العمل نتاعو في على مستوى المجلس بهذا يعني كما نقولوا بهذا الصحه، يعني لانه متعب والمرض نتاعو ماهوش يعني مرض سهل، وبالتالي ما يقدر. كذلك راهو سير البلاد في ظروف صعبه جدا، لان الازمه كانت عميقه، والجزائر ماهيش بلد سهل، يعني نقولوها بكل صراحه بلد ثقيل، وتاخذ المسؤوليه في هذا الظرف هذا، يعني لازم يكون عندك شجاعه، يعني لازم تكون عندك شجاعه. ولا انا نحترمه شخصيا، حتى واذا كان العمل نتاعو شرعي، العمل نتاعو دستوري، يعني الوظيفه نتاعو يعني كيما نقولوا اداها في اطار الدستور. وكذلك ماهوش ممكن انك تكون في مستوى رئيس جمهوريه، رئيس دوله، وبعد ترجع الى مستوى منحط، يعني مش معناه مش منحط، يعني لا هي رئيس مجلس الامه، مش معليش منصب ولكن يعني أعلى. لا راه كان في منصب اعلى، يعني كان في ما عبرش مليح انت، يعني فوالا كان يعني مستوى اقل أدنى. هذا واش وانا قلت يعني ماهوش ممكن، وكما نقولوا احنا وراهنا في هذه الحصه، وقلنا ماهوش ممكن انه يرجع. نعم، لكن هناك ايضا ربما نوع من الاشاره الى الفصل بين السلطات، يعني كان رئيس مجلس الامه منصب تشريعي، ثم راح الى الجهاز التنفيذي رئيس الدوله، ثم يرجع الى يعني نوع من. ولكن اظن انه العامل الاول في قراره هو وضعه الصحي. طبعا يجب الاشاره ايضا الى انه حسب معلوماتي يعني زوجته ايضا مريضة شوية، ربي يشافيهم في اثنين ويعطيهم الصحة، ولكن هذا هو يعني في نهاية المطاف واحد يهتم بصحته. لا لازم يعني كيما نقولوا يتفرغ للعلاج. العلاج يطلب وقت ويطلب جهد ويطلب صبر ويطلب ثقل، يعني ثقيل مش خفيف. خلاص انا اتمنى فقط من المسؤولين الجزائريين، يعني كل المسؤولين، ان يعني ياخذوا كمثال
حول الاستقالة، لأن يعني اون ديكوفر كو فينالمون يعني مسؤول سامي في الدولة باستطاعته أن يستقيل، يعني حاجة عادية. وأتمنى المسؤولين الجزائريين أن ياخذوه، لأن واش قام به بن صالح يعني الاستقالة يعني شيء جميل جدا، يعني سي انكوراجون، شاف روحه باللي ما قدرش، يعني خاصة أن مجلس الأمة تنتظره، يعني ينتظر عمل كبير، سيأتي تعديل الدستور، سيأتي يعني نشاطات كبيرة جدا في مجلس الأمة، ولذلك حتى الجزائر تحتاج إلى يعني واحد يكون قوي على رأس مجلس الأمة، وهذا ما فهمه أظن عبد القادر بن صالح، اللي نحييه على هذه الشجاعة للاستقالة. وأتمنى أن من كل المسؤولين الجزائريين إن كان مريض أو يعني كاين شيء اسمه الاستقالة، يعني هذا شرف، ليس يعني، لأن شفنا في الماضي كل المسؤولين الجزائريين يعني محال أن يستقيل بعد فشل أو مرض أو الاستقالة ما يعرفوهاش. وأتمنى أن يكون في المستقبل واحد يعني يكون الشجاعة كما عبد القادر بن صالح، أو مريض يستقل. استقيل يعني نتمناو يعني حتى ونتمناو ايضا انه بكل صراحه احترامنا للرئيس مجلس الامه الحالي بالنيابه السيد صالح بوجيل، مجاهد ومعروف، لكنه ايضا متعب ويعني كبير في السن، وبالتالي نتمناو انه كما كاين واحد صغير شاب في المجلس الشعبي الوطني، نتمناو يكون واحد ايضا صغير في السن في مجلس الامه، لانه هذا هو هناك تغيير. عادة يقولوا مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ، ولكن يقدر يكون شيوخ صغار يعني الشيوخ ولكن صغار. نتمناو ايضا الصحه والعافيه للسيد صالح بوجيل، لانه هو ايضا يعاني من عينيه يعني من السن، وبالتالي يمكن جدا فسح المجال لواحد شاب قادر مقتدر، لانه البلاد محتاجه الى طاقه شبانيه. قبل ما نروح ندخلوا الى مجلس الوزراء والحكومه، ايضا اليوم تم تشييع جنازه المرحوم محمد الصالح الدنبري، وزير خارجيه سابق وسفير سابق دبلوماسي دو كارير معروف، توفى في باريس بعض المقربين منه، عفوا في فرنسا بعض المقربين منه قالوا انه كان توفى في مدينه ناربون في بالقرب من مونبيلي قبل 3 ايام وتم او يومين، وتم اليوم جابوه للجزائر وشفنا الجنازه تاعو في مقبره بدال ابراهيم ربي يرحمه، ونطلبوا له ايضا المغفره. عبد الوهاب، هو يعني دبلوماسي محنك معروف، يعني لا داعي اننا نتكلم على المسار نتاعو المهني. والجزائر فقدت اطار دوله يعني بكل صراحه في مستوى عالي، يعني لربما كيما نقولوا حنا الشيء السلبي اننا ما استفدناش من التجربه نتاعو، هذا هو يعني. لكن كان وزير خارجيه، كان سفير في عده دول، منها كان في بريطانيا سفير في دوله كبيره في بريطانيا، واظن انه لما كانت الاجراءات جاريه حول تسليم عبد المؤمن خليفه كان هو سفير في لندن، ونظن لعب دور في هذا الاطار. معروف هو اظن حادي المنسكي كذا، ومعروف في الجهاز الدبلوماسي، واحد من كبار الدبلوماسيين في سنوات العشرين الماضيه، يعني هو واحمد عطاف وعدد غير قليل، لانه الجهاز الدبلوماسي أو الدبلوماسية الجزائرية دارت أو أنجبت دبلوماسيين كبار، لكن بعد ما جاب بصراحة يعني بعد ما جاب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تم تهميشهم، وبدات المرحلة بتهميش أحمد عطاف، يعني أنهيت مهامه في نفس السنة اللي جا فيها السيد بوتفليقة، ونظن قبل ما يدير حكومة جديدة أنهى مهامه لأسباب ربما شخصية ربما غير ما عندهاش علاقة بمصالح الدبلوماسية الجزائرية. إيه شغل نصور دو سيني، يعني كما نقولوا على كيف نقولوا تزنيف ولا كيف يقولوا كيفاش اون فرونسي عطينا سيني سيني يعني سيني مش عارف كيفاش سيني تاع علاقه بالدم يعني. بالدم نعم نزيف كان فيه نزيف تاع الاطارات يعني بكل صراحه، لان الرئيس السابق كان يشوف ان الدبلوماسيه هي حكر له، يعني هو رئيس الجمهوريه هو وزير الخارجيه، وبالتالي لما يشوف انسان يبرز ما يحبش يعني ما
ما تجيش على القوسطه كما يقولوا عندنا، وبالتالي حقا كاين فيه تهميش الكثير من الكوادر. الرئيس السابق هو ثان كان وزير خارجيه، كان دبلوماسي معروف، وبالتالي نظن ما كانش يشوف يعني اي واحد يقدر ينافسه او يكون أو دبلوماسي بارز. نعم، او يعوضه، بقى هو في نفسه هو الدبلوماسي الوحيد، وكان معروف، كان وزير خارجيه معروف في وقت مستوى في وقت بومدي ربي يرحمه، وبارز يعني حسب اللي عرفوه واللي خدموا معاه هو والمرحوم محمد الصديق بن يحيى، اللي كان واحد من كبار الدبلوماسيين الجزائريين حسب شهادات، حتى حسب شهاده رئيس الشلي بجديد شخصيا. يعني الله يرحمه ويسع عليه. يعني سي دوماج كو الجزائر ما يعني نا با بروفيتي محمد صالح دنبري. يعني كما قلت يعني كان من ضحايا بوتفليقه، لان بوتفليقه كي جا في 99 كان يقول لا دبلوماسي سي موا les affaires étrangères c'est moi، بدليل انه كان عندما كانت مفاوضات او الحوار مع الاحزاب السياسيه في حول الحقائب الوزاريه، كان بعض الاحزاب كانت تطالب، مثل سعيد سعدي مثلا كان يطالب ب كان طالب ب البورتفوي les affaires étrangères، حقيبه وزاره الخارجيه، فقال له لا انت ولا غيرك ياخذ الخارجيه، لا دبلوماسي سي موا. حتى انه حتى الان يعني اون باي يعني هاد لا بوليتيك، يعني رانا نخلصوا فهذاك التهور تاع رئيس سعيد سعدي. كان حاب هو يكون وزير خارجيه؟ نعم، كان حاب. نعم، هو شخصيا. نعم، هو شخصيا كان حاب. في رايك انت كان سعيد سعدي مليح في المنصب تاع وزير الخارجيه؟ بمعلومات يعني كان في يعني في ماشي المفاوضات، ولكن في الحوار كان طالب هو باش يدي هذاك المنصب. ولكن في هذاك الوقت يجب ان نتذكر خلاف، في هذاك الوقت كان عدد من المعارضين يعني الشرسين للسلطه، نذكر منهم عمار بن يونس، نذكركم خليده التومي، عمار غول، اللي كانوا نشوفوا معارضين يعني يتحدثون على الحريه والعداله، وحميد لوناوسي وعدد كبير، ولكن في ما بعد شفناهم ولاو هما الرابين تاع السلطه. ما دخلش لوناوسي، ولكن كان وزير، كان وزير وزير. نعم، كان وزير للصحة أظن. وهؤلاء يعني شفناهم كيفاش نقل يعني. أنا لا أتصور بصراحة، مع احترامنا للدكتور سعيد سعدي، لو ولا وزير خارجية كيفاش راح يصبح، يعني هل يصبح مثل خالد التومي؟ وما ننساوش أنه سعيد سعدي اللي كان معارض إلى آخره، بعد سنتين أو ثلاثة لما دخل الحكومة وكان يدافع على بوتفليقة ويقول رسالة، ودار رسالة إلى أصدقائه الصحفيين، قال لهم صحفيين حبسوا ما تنتقدوش بوتفليقة وما لازمش تنتقدوا إلى آخره. طبعا الرسيدي اللي دافع على حرية الصحافة وحرية التعبير يطلب من الصحفيين ما ينتقدوش الرئيس، يجب، هذا تاريخ. انا لست ضد سعيد سعدي، ولكن هذا تاريخ، ويجب ان نقول تاريخ او يسجل علينا وعليك وعلى كل، على عبد الوهاب جاكون وعلى سعيد سعدي وعلى بوتفليقه، راهو يسجلوا الارشيف يبقى والى اخره. هذا هو يعني. لا ادري اذا كان سعيد سعدي لو تعين وزير خارجيه ماذا كان سيفعل، لا ادري في الحقيقه، هل كان المسار تاعو يكون ايجابي ام سلبي. كون لو با سعيد سعدي سان انتليكتويال، ومن بعد يقعد يعني المواقف تاعو او التغير المواقف تاعو يعني هذا شيء اخر، اما يعني الانتليكتويال سعيد سعدي يقعد يعني سي ليليت لا كرين دو لا سوسيتي، حتى اللي ما يتفقوش معاه يشاهدوا له بهذا الشيء. اما في اظن حسب رايي في 99 حتى 2000 الكل كان يعني بوتفليقه، يعني كان جاب يعني كان عنده خطابات قويه، كان خطاب جامع، كان خطاب شامل، كان الكل يريد ان، خاصه في كانت بعد العشريه السوداء، يعني الكل كما يقولوا غلطوا، راحوا يقولوا هذا سي لوم بروفيد دونسيال، فينالمون ظهر باللي سي لوم كاتاستروفيك. لا ما نحكمش، لان في السياسه كلش ممكن، لان المواقف تتغير. حتى واذا اردنا ان نحكم على موقف معين لازم نربطوه بالظرف، نربطوه بالظرف السياسي، نربطوه بالظرف العام، مش مسال يعني، لان احيانا الظرف لربما يفرض عليك انك تتخذ احيانا مواقف اللي ربما انت ماكش قانع بها وضد قناعاتك. فيما يخص شخصيه، صح رجل سياسي، يعني ما يعني انا ما عنديش حتى كما نقول له ما اخذ على الشخص، ولكن حقيبه يعني وزاره الشؤون الخارجيه لا طلب حد ادنى من تخصص التحكم في الملفات، يعني ماهوش من السهل. ربما هو نشوفه الدور نتاعو في اشياء كما نقولوا تتعلق بالحياه اليوميه تاع المواطن، لا انا يعني عنده راي، لا ربما في الصحه، لا ربما في التربيه، لا ربما في الاقتصاد، لما لا؟
لما لا؟ يعني لما لا؟ ممكن يعني اولا منصب وزير الخارجيه من صلاحيه رئيس، هذا اولا في حسب الدستور يعني خارجيه ودفاع، وثانيا سعدي يعني ممكن لانه عنده علاقات في الخارج خاصه في فرنسا، يعني حتى مع بعض المثقفين في الخارج ورجال السياسه ممكن جدا، لا ادري. ولكن هل سعيد سعدي راح يبقى هو نفسه سعيد سعدي اللي كان في 99؟ لا ادري، لانه كثير اللي كانوا معاه في الحزب كانوا معارضين الى اخره، تغيروا تماما ولو في قلب النظام، يعني ولو هما اللي بروا النظام، هما اللي دافعوا النظام، هما يدافعوا على بوتفليقه الى اللحظه الاخيره، يعني حتى في فبراير 2019. لا لا يعني انا يعني العجب يعني ماهوش وين هو المشكل مثلا لما حزب تاع المعارضه يشارك في الحكومه؟ يا اخي الحكومه هذه تاع بلاده، وزيد هذه فرصه ليه مثلا الحزب لربما يطمح انه يعني في يوم ما انه يوصل الى الحكم، لربما تكون عنده تجربه تسير شؤون الدوله، لربما راح يشوف بطريقه ملموسه مش معناه شؤون الدوله. لا انا ما نشوفش فيها يعني شيء سلبي ولا، ومن حقه علاش اذا كان هو يمثل وعنده تمثيل في القاعده من حقه انه حتى هو يشارك في الحكومه، وهذه الحكومه تاع الجزائر ماهيش حكومه تاع كيما نقولوا اجنبيه، ما عندناش حنا الاه الجزائريين، حنا عندنا هذه العقده هذه، يعني استاذ يا اما راك في الموالاه ولا راك في المعارضه، هذه ماهيش سياسه، ماهيش كحله وبيضاء، السياسه فيها ليونه، السياسه فيها تنازلات، حنا برك حنا الجزائريين نظرا للطبع نتاعنا رايحين فيها كيما نقولوا في كل الزيت هكا، ستادير متعصبين في الدين، متعصبين في المواقف، متعصبين في كلش. لا لا خويا، لكن عبد الوهاب الوهاب الشيء اللي يلام على مش يلام يعني ملاحظه نطرح سؤال، سعيد سعدي يطالب بحريه الصحافه وحريه التعبير، ولما يدخل الحكومه ويبدا عنده علاقه طيبه مع بوتفليقه يقول للصحفيين حبسوا يا صحفيين، وعلاش راكم تنتقدوا فيه وخلوه شويه يخدم يتو. هذا هو المبدا، لانه حريه الصحافه هي حريه صحافه، يعني لما تكون في المعارضه تدعو الى حريه الصحافه، لما تكون في السلطه خلي حريه الصحافه. اللي لاحظوه انه الواحد لما يكون في المعارضه يحكي على حريه الصحافه وحريه التعبير الى اخره، لما يبدا في السلطه يقول الصحافه حبسوا ماشي هاك، ولما غدوه يخرج يبدا في المعارضه يقول الصحافه يلاه نوضوا، وينتقد الصحافه وقال لكم موالين للسلطه الى اخره. هذا هو اللي حبيت نقوله. اما معارضه تشارك في الحكومه هذه خيارات تخص كل حزب. لا لا استاذ يدرك احنا معليش احنا السلطه الرابعه معليش، بس احيانا تسمع انتقادات غير مؤسسه، زيد هذه نتاع الصحافه اللي تولي حزب معارض ما هي صحافه، لان العمل نتاعنا بالدرجه الاولى هو كما يقولوا نقل هو الخبر، هذول من بعد يعني ماشي دروك انا نجي كما يقولوا انتم متعربين خالف يعرف باش يعرفوك خالف، لا سامحني لا، خدمتنا هي باينه، خدمتنا هي باينه. مثلا نعطيك على سبيل المثال هذه الحكومه هذه، يقولوا درك سمعت انا صحفي سي نو كي اون في سي مينيستر ولا راه دوني لا بوسيبيليتي دي سيكسبريمي سور لي بلاطو خدمتك ايه كيفاش ولاو هما يعطيو روحهم هذاك هذيك القوه هذيك السلطه، حنا اللي عيناهم، شغل حنا اللي عيناهم، حنا اللي عطيناهم الفرصه انه كيما يقول الاخر يجلبوا الانظار تاع يبرز وسمعتوا وين رايحين يا استاذ؟ يعني هذا اسمع يعني صحيح هذا اسمع لا نوع من التواضع، نوع من التواضع سي تادير واحد صحفي يكون عنده نوع من الميليتي، نوع من التواضع، انت راك تخدم خدمتك، راك تخدم خدمتك، وين هو المشكل لما يعني كيما نقولوا احنا خبير معين ولا كيما نقولوا احنا مدير تاع جامعه ولا مدير تاع معهد مثلا يعطي رايه في 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 مسائل هذه موجوده في كل البلدان، موجوده في كل البلدان. سنتي عبد الوهاب الى دور الصحافه، عفوا نخليك خلاف فقط لما نجيو نحكيو شويه على الصحافه، لما نتحدثوا على الحراك لانه تم توجيه اتهامات وانتقادات لدي على الصحافه، وكذلك لما نتحدثوا على الحكومه لانه بعض الوزراء تم انتقادهم ونسبت اليهم تصريحات، نشوفوا هل صحيحه ام لا من طرف بعض الصحفيين وبعض تفضل اخي. لان هذه الاحزاب السياسيه لما تقول انها لما يعني لما تروح للسوق قبل ما تروح للسلطه تنتقد، وكي تروح يعني يعني معارضه تتلون ب يعني بالسلطه، او لهذا لم تستطع المعارضه منذ خاصه في اثناء وجود بوتفليقه لم تستطع ان تفرض نفسها لا مع السلطه
لا مع الشعب ولا يعني مع السلطة لم تستطع أن تفرض نفسها كقوة يعني كونتر بوا، لم تستطع مع الشعب أيضا بدليل في الانتخابات ما يصوتوش أصلا لها، ما يشوفوش حتى في التجمعات، لما ينادوا الإضرابات حتى واحد ما يتبع، لما ينادوا للمسيرة حتى واحد ما يتبع. لذا من قبل ما نلحقوا الحراك نطالب الحراك أيضا أن يكون هناك يعني تغيير جذري في لا كارتوغرافي بوليتيك، تمام، حتى الاحزاب السياسيه اظن هذه فتح المجال لاحزاب اخرى، فتح المجال لناس اخرين باش يديروا احزاب سياسيه قويه وتكون يعني ماشي معارضه، يعني معارضه راديكاليه يعني من حقها، ولكن يكون عندها مواقف ثابته حقيقيه، معارضه حقيقيه ومواقف ثابته. راني ضد السلطه، ضد السلطه في يعني ليس ضد اشخاص فقط ولكن ضد السياسه. ان كنت أنا ضد السياسة مثلا منع المسيرات وخلاص، المسيرات يعني ولات يعني يعني رفع الحظر عن المسيرات، علاش تعارض؟ يعني يكون ثوابت مواقف ليس فقط معارضة متلونة. معارضة متلونة. نروح الآن لاجتماع مجلس الوزراء غدا الأحد، أول اجتماع برئاسة سي تبون رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء غدا. الآن تم تشكيل حكومة، بعض انتقد تشكيل الحكومية، بعض انتقد ارتفاع عدد الوزراء، بعض انتقد تعيين بعض الوزراء ربما شبان ما عندهمش تجربة ما عندهمش إلى آخره، ولكن من وجهة نظري من حق رأي العام أن يطرح أسئلة، ومن حق رأي العام أن يقول رأيه وأن ينتقد، وخاصة إذا كانت السياسات المطبقة أو الأداء نتاع الوزراء ما كانش كما يريد الشعب، لأنه الحراك والشعب بوجه عام وحتى رئيس تبون رفع السقف في الخطابات نتاعو، سواء في خطاب القسم أو في الحملة الانتخابية نتاعو، دار 54 التزام. يبدو لي أنه الحكم على أداء الحكومة بالدرجة الأولى يجب أن يتم من خلال تحليل ومراقبة أداء كل وزير، هذا أولا. وسيظهر غدا أول رسالة من خلال خارطة الطريق نتاع اجتماع مجلس الوزراء، ماذا سيطلب رئيس تبون، ماذا أو الخطاب اللي راح يمده للوزراء نتاعو، ماذا سيطلب منهم، وما هي المهام اللي حددها لهم، الأجال اللي حددها لهم. هذا سيظهر ابتداء من الغد، ومن غدوة يبدأ العمل الرسمي نتاع الوزراء الجدد. يبدو لي أنه الآن الحكومة تحت الرقابة نتاع الرأي العام، تحت أعين الرأي العام، من حق الرأي العام أن يعطي رأيه إذا كان أداء جيد، إذا كان أداء غير جيد. ويبدو لي أنه التحدي الأول والكبير بالنسبة لرئيس تبون يبدأ غدوة إن شاء الله يوم الأحد. أجاكون. يعني قلت لك انا والله ما احيانا كي نسمع بعض الامور هكا ونقرا بعض الامور ما نفهم فيها والو، درك واش نقول لك انا، كل واحد والتحاليل نتاعو، كل واحد والمقاربه نتاعو، كل واحد والدراسه نتاعو. اولا انا مثلا لما ندرس تركيبه نتاع الحكومه الاغلبيه الساحقه نقول ماهمش متحزبين، ماهمش مناضلين، يعني اعتبارا ولا انطلاقا ما قاله الاستاذ خلاف ان الاحزاب اليوم سواء كانت عن مؤولات ولا كانت عن معارضه كما يقولوا اخر ما بقاتش عندها يعني كما يقولوا وجود، ما بقاتش عندها تجدر في المجتمع، الا يتي ديسكرالي في اون كيك سورت، يعني شغل كما نقولوا حنا الحراك هذا امحى، وبالتالي لربما هو في التركيبه نتاع الحكومه هذه اخذ بعض مطالب نتاع الحراك، منها انه ما يكونوش احزاب كما نقولوا حنا ممثلين في الحكومه. كذلك كاين فيها مثلا شخصيات اللي من المواقفه نتاعها يعني الاعلاميه والحضور نتاعها في بعض البلاطوات يعني كانت يعني ترفع مطالب نتاع الحراك. فيما كذلك التشبيب انا ما فهمت فيها والو، يقول لك حنا الحراك نسمع بجماعه يقول لك حنا الحراك كاين فيه حاملين الشهادات، ومن بعد كيداروا بعض الشباب قال لك لا هذا شغل ولاتي كراش، حكومه كراش، يعني درك فهموا روحكم واش تحوسوا، قلتوا شباب هاو جاب لكم شباب، وكي جاب لكم شباب قال لك كراش، فهمونا وشكون، ولا باسكو ما حطكمش انتوما ولا ما حطوا صحابكم ولا ما حطوا جماعتكم،
وشكون جماعتكم؟ ما فهمناش، ما عرفناش وين هما، ما بينتوناش. ها قلتوا ما احنا، قلتوا لنا انتم احنا حرك شعبي، احنا مش حرك تمثيلي، احنا اوريزونتال. فهمت؟ هذه وحده. ثانيا فيما يخص العدد، العدد انا شو فيه التوجه نتاع الرئيس، التوجه نتاع الرئيس بحكم ثقل المشاكل، ثقل المشاكل. حاول مثلا الوزاره مثلا تاع الصيد البحري والزراعه لازم يكونوا شويه منفصلين، لان صيد البحري هو مش برك تروح تصيد الحوت، لا لا ستان دومين. يعني يعني الوزير الرئيسي، الوزير تاع القطاع كيما نقولوا حنا يعفيه من بعض النشاطات، حتى كيما نقولوا حنا كيما نقولوا حنا يشتغل بالنشاط الاساسي، بالنشاط الاساسي تاع الزياره. وهذيك النشاطات الاخرى فرعيه واللي هي مهمه كذلك اعطاها مثلا المينيستر ديليغي، ولا كيما نقولوا حنا هذوك الجدد كيف يقولوا لي سكرتير، نعم كتاب دوله، كتاب دوله. هذه لانه حب هذا من ناحيه الفعاليه، من ناحيه الافيكاسيتي، الفعاليه، الفعاليه. دونك حب يعني مظرك يبدا يواجه في المشاكل، لان المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه كبيره. وانا نظن هذه التركيبه، هذه التركيبه انها تستجيب الى كما قلت مبدا الافيكاسيتي، الفعاليه. نعم فعاليه. هذه دونك انا ما نشوش فيها نتاع هكا يعني استاذ شغل ان فورتو، سي با ان فورتو، بالعكس انا نظن مدروسه بحكم المشاكل. ونعرف ان سي تبون كانت له عده مسؤوليات في عده قطاعات ويعرف المشاكل الموجوده حقا، وبالتالي دار هذه، دار هذه كيما نقولوا هذا التنظيم لمواجهه المشاكل. لانه هذا ما يلغيش، ما يلغيش انك تبدا تفكر في الدستور، تفكر في المشاكل السياسيه، ولكن كاين في مشاكل انيه اقتصاديه اجتماعيه لازم تواجهها وتبدا منظرك، تبدا منظرك، ما تستناش، لان خذينا وقت طويل، تاخرنا راهي قريب 10 شهور ما درنا والو. اظن انه في هذا الحكومه ان هي صحيح حكومه تكنوقراطيه، تكنوقراط، ولكن تفتقر للتجربه السياسيه، يعني ما عندهاش يعني لازم نقولوا بلي يعني الكل، اظن الكل، كل الوزراء هم دكاتره واساتذه وجامعيين، ولكن تفتقد الخبرة السياسية. وأظن أن الجزائر في هذا الوقت تحتاج إلى الاثنين، يعني يكون وزير تكنوقراطي ويكون أيضا لديه خبرة، لأن تسيير وزارة ليس أن دي جي ديريكتور جنرال ويقوم بأوامر، راح لازم تكون عنده خبرة كبيرة خاصة في المجال الاقتصادي. أما جا كلما تقول أن هناك يعني دي جون من الحراك، لم يكون هناك دي جون من الحراك، شباب من الحراك، لأن لو هناك لو تم تعيين شباب من الحراك، من الحراك حقيقة، أولا ما يقبلوش، ما يقبلوش، ما يقبلوش. نعم قلت أن هناك شباب تقولوا بلي الحراك هاو شباب ودوكا واش مازال، هذا واش قلت؟ قلت نسمع أستاذ الفاضل، فهمني واش قلت. الآن لم يكن هناك شباب من الحراك في الحكومة، لأن لو تبون الرئيس تبون عين أحد من الحراك، يعني الصح من الحراك، ما يقبلش أولا، لأن الحراك ليست لديه مقاصد في المناصب، وإنما هم يريدون أن تكون هناك جزائر أخرى ليس في. أنا رد عليك بزوز كلمات، معليش بزوز كلمات. أنا ما قلتش، قلت الناس اللي قالوا روحوا كاع حنا عندنا شباب حاملين الشهادات، هذا واش قلت؟ ما قلتش أنا باللي جماعة الحراك طالبوا انهم يكونوا في الحكومه، ولا الاستاذ رئيس الجمهوريه راح جاب يعني شباب من العراق، ما قلتش هذا. انا قلت لك يعني الناس اللي كانوا يحبوا امنيتهم انهم يشوفوا شباب وحاملي الشهادات الجامعيه انهم يكونوا في الحكومه، ما تنو قضيه تسييس، قضيه تسييس. نحكموا مثلا وزير مثلا الصناعه كيفاش ما عندوش مواقف سياسيه؟ هذا
سي نعاسي ولا ولا بالضروره لازم تكون متحزب باش تكون لا لا رجل سياسي. تحزب ولكن خبره خبره كما وايضا هناك اظن امام الرئيس تبون يعني التحدي لان هناك اظن هناك اختلالات سيجد هناك اختلالات فمثلا في قانون الماليه 2020 لم يكن هناك بعض الوزارات لي سكرتير ديتا مثلا تشوف وزاره الصناعه فيه في ثلاث فروع او فرعين بينما في قانون الماليه 2020 فيه فرع واحد فقط راح يكون لكن هذيك يا اخلاف هذيك يبدو لي قضيه تنظيم لانه وزاره عندها وزارتين او وزيرين متدابين راح يحولوا ميزانيه وزاره الصناعه ويحولوا هذه اجراءات تتم لأن على مستوى مثلا الامانه العامه للحكومه وزاره الماليه يعني بدون تشخيص مثلا وزاره الصناعه فرح تعني يعني نعرفوه يعني كونتروفيرسي ولكن في مجاله يعني كفاءة كبيرة لازم نقولها في مجاله في يعني كفاءة كبيرة أما مثلا الثقافة هي أستاذة في الفلسفة أستاذة دكتورة في الفلسفة يعني كيف ستسير القطاع الثقافة الذي يحتاج الجزائر الآن تحتاج إلى يعني نغفونت توتال تاع السيكتور لا كولتور كي راح يعاود يعني بشيء جذري لأن قطاع الثقافة ليس فقط إحياء الحفلات و لذا هناك يعني بعض الاختلالات التي تعرف خلاف أنا عندي رأي في المنصب وزير منصب الوزير بالنسبة لي وزير منصب سياسي بامتياز هذا رأيي اللي نأمن به يعني أنا أرى أنه من الأفضل أن يكون الوزير رجل سياسة يدير السياسة يخلق سياسات يدير مشروع يدير برنامج يدير فكرة يخلق لها الهدف يخلق لها التصور ثم يطرح للخبراء كيفاش يجسدوها له هو يقود الفكرة هو يقود المشروع هو يقود السياسات وهو يقود الليكيب قائد يقود العمل لانه وانا دائما نشوف كثير من الوزراء في الخارج يعني في الدول الاخرى اللي ما عندهمش علاقه بالقطاع نتاعو يعني هذا بالنسبه ليا ماهوش مشكل بالنسبه لوزيره فيلسوفه يعني رايي حتى ما نظلموا حتى واحد وما نمدحوا حتى واحد يجب انتظار لو بيلون تاعها الاولي في شهرين او ثلاثه لانه يجب ان ننتظر اولا كيف راح تطرح مشروع الثقافي نتاعها الهدف ولا البروجي اللي راح ديروا باش تحققوا على المدى القصير او المتوسط او الطويل ثم نشوفوا الاداء نتاعها ونحكموا عليها نعطيك مثال ما لازمش نحكموا بسرعه لانه الوزيره اللي كانت قبل هذه وقبل السيد حسن ربحي اللي كان بالنيابه سيده مرداسي ايضا كثير من المقربين منها مدحوها بعض انتقدها ولكن بعض مدحوها ولينا نمدحوا الوزير وننتقدوه حسب اسكو نعرفوه ولا ما نعرفوش اسكو من جماعتنا ولا ماشي من جماعتنا وما نحاسبوش على الاداء نتاعو لازم ننساو هذا شكونو ومنينو منين جا تشوفوا هل عنده قدرات وهل عنده تصور ثم نحاسبوا على البيلون تاعو لا منين ما نهضروش ولكن نعم قدرات لا ولكن ولات شفنا انتقادات الان من جابوا هذا وهذا علاش جابوه من هذه الجهه وهذا هذا كلام هذا شيء طبيعي شفنا مثلا نعطيلك علاش الانتقادات لازم تكون هادئه وموضوعيه شفت ان انتقادات لشخصين ولانه انا نحكي سمحوا لي نعرفهم انا مانيش ندافع عليهم ولكن استطيع ان اكذب بحكم معرفتي المباشره ما قيل واحد انتقد وزير الاتصال وصديقنا وزميلنا عمار بالحيمان قال فيه كلام غير صحيح انه كان استاذ في الجامعه ويمد النقاط على اساس ديني وعلى اساس فكري وايديولوجي وهذا غير صحيح تماما لانه ما نسب اليه لا يمكن ان يصدر من السيد عمار بالحمر بحكم على الاقل بحكم واش نعرفوه ثانيا نشرت بالنسبه لوزير الصناعه وثاني صديقنا وكان زميلنا هنا في البرنامج نسبوا له كلام لا يمكن ان يصدر عليه بصراحة يعني نسبوا له كلام غير معقول يقوله ولكن هذه هي الحروب وأنا أتمنى أنه لا يمكن أن ننتقد بهذا الشكل ننتظر وننتظر المشروع أولا مشروع اللي يديره الوزير هذا شهر شهرين يبان كلش المشروع اللي يديره الوزير ثم طريقة عرضه الطريقة اللي راح يجسد بها المشروع نتاعو ثم نبداو نطرحوا أسئلة وننتقدوه أو نأيدوه أو نعرضوه بناء على واش راح يقدم بالنسبة لكل حكومة سواء هذه الحكومة أو اللي قبلها أو اللي بعدها لا يمكن أن ننتقد بالنهار الأول يعني نبدأ نعلقون نشوفوا ننتظروا ربما كما قال تجد في النهر ما لا تجد في البحر
وقد تجد في الساقية ما لا تجد في النهر إلى آخره. طبعا هذا لا يعني أنه يجب أن نكون انتقاديين، يجب أن دائما تكون الصحافة تنتقد الحكومة، لأنه لو ما كانش انتقاد الحكومة عمرها ما تصنع روحها، عمرها ما تشوف المرآة اللي تشوف فيها الأخطاء نتاعها. ولكن يجب في رأيي أن ننتظر وأن لا نحكم بهذا الشكل، لأنه ممكن جدا يبان انتقاد غير موضوعي وغير علمي. على الأقل نعطيه فرصة لهذه الحكومة شهر شهر نشوف الأدنى نتاعها، وعلى أساس أننا نقيمها. كذلك أن هذه الانتقادات بالنسبة لي هي جاية من تيار لي في الأساس رافض الانتخابات، رافض أنه يكون رئيس في البلاد، وبالتالي الحكومة هي المرحلة الأخيرة ضد الحكومة، من أجل ضد، لأنه كما يقولوا في الأساس كان ضد المسار ككل. شكرا عبد الوهاب. يعني نقطة فقط، يعني حتى الشعب يعني عنده الحق، يعني من صلاحية رئيس الجمهورية صحيح أن يعين الحكومة، لكن للشعب يعني الحق في معرفة الكريتير، يعني معايير. مثلا نرى الذي نسب لوزير التجارة واستضفناه هنا في البلاطو شحال من خطرة، يعني شيء خطير جدا لو يعني صحيح ما نسب له من منشورات فيسبوكية، يعني كارثة. وأيضا تبون أظن إلى ماركي لو بوان بوزيتيف، عين مثلا وزير كان يومين مقبل برك يدير منشورات يقول انا لا اعترف بتبون كرئيس، لا اعترف. يعني اظن هذا سي ان بوين بوزيتيف لتبون، يحسب له ان رغم انك معارض تعارضني، ولكن تفضل ان كان عندك يعني شيء بوزيتيف تمده للحكومه او للجزائر تفضل. من حق انا معك خلف، من حق راي العام يعني يعرف معايير الاختيار، يعني على الاقل يحب يفهمها. ولكن الحكم، يجب ان نتريث فيه، لا نعطي كارت ابيض للحكومه ولكن ما نعطيلهاش كارت احمر ثاني، يعني نبلاميوها في الحين، ننتظر شهرين او ثلاثه ثم من حقنا ان نؤيدها، او من حقنا ان نعارضها، او من حقنا نقول رايها فيها، لانه هذه حكومه تاع الشعب الجزائري. الوقت انتهى، نرجعوا في الجزء الثاني. في الجزء الثاني نروح مباشره الى ردود الافعال، لانه ردود الافعال حتى الان عموما من طبقه سياسه ايجابيه جدا نحو الحكومه ونحو الخيارات تاع الرئيس تبون. نتطرق ايضا الى الحراك وإلى ليبيا والمغرب. فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من بوليتيك. توقفنا عند ردود الأفعال، يعني باختصار عموما يعني كانت ردود الافعال ايجابيه، يعني من البناء، من حمس، من العداله، من حتى من الافافاس، يعني بشكل عموما على الموقف او السياسه الخارجيه الجزائريه، باستثناء الرافدين يعني باحتشام البديل الديمقراطي والحراك. يعني عموما كانت ردود الافعال ايجابيه نحو تشكيل الحكومه. خلاف، يعني هذا شيء طبيعي. أظن حتى الآن يعني حتى الأحزاب السياسية اللي كانت معارضة كما كجيل جديد مثلا وحماس، نعم حماس، يعني رحبوا يعني الكل كان ديجا كان ينتظر، لأن الآن أظن أن الأشياء يعني الحاسمة لم تبدأ بعد، لأن تشكيل الحكومة ليس بالحدث البارز، لأن أمام رئيس تبون إشكالية الحوار، إشكالية تغيير الدستور، إشكالية الحوار مع سواء مع الأحزاب أو مع الحراك، لأن أظن الكل ينتظر هذه يعني القرارات الحاسمة ومتى ستكون. أما الأحزاب السياسية في طبيعة الحال كانت تنتظر نفسها أن تستوزر، أن تكون عندها حقائب وزارية، ولكن لم. لا ذكر الحراك، يعني اليوم كان لقاء في شريقة حضروا فيه بعض رموز الحراك، والبعض بدأ يتحدث الآن على ضرورة الحوار مع رئيس تبون، وحتى داخل الحراك بدأت الأمور تمشي نحو الحوار، خاصة بعد إطلاق سراح الأخضر برقع المجاهد الأخضر برقع، وإطلاق سراح 76 من موقفي الحراك في نهاية الأسبوع. يعني الآن إجراءات تهدئة هذه القرارات تاع الإفراج تصب في تهيئة الجو للرئيس تبون، او ايضا للحراك اللي راهو يشترط اطلاق سراح فلان وفلان، سيد برقعه او سيد بن حديد او موقوفي الحراك، للدخول في حوار. يبدو انه الان الجو
اكثر مهيئ اكثر من اي وقت مضى للقيام بهذه الخطوه. ولكن الحراك اللي كان يعني يرفض الحوار يرفض الان بدا يدير الخطوه الاولى نحو السلطه. لا دروك حبينا حتى في التسميات حتى في التعيينات حتى في هذا الاطلاق صراحه يعني بعض المسجون الراي لربما هذا داخل في اطار يعني التزامات نتاع الرئيس وكذلك يعني الاصغاء للحراك يعني قال جماعه نوعا ما راني استجبت يعني للمطالب نتاعكم يبقى فقط كيفاش مثلا راح هذه المواقف وهذه الاجراءات كيف سات كيما نقولوا تستوعب كيف سات كيما نقولوا تستقبل. لاني انا في رايي ان الحراك فيه ثلاث تيارات ثلاث تيارات دونك هذه الموازين القوه داخل الحراك هي لربما راح تخلي يا اما الحراك يروح للتفاوض ام لا، لان كاين فيه جزء كبير يعني بنيته رايح يعني كما نقول الاخر عنده مواقف ضد الحكرة ضد كما نقولوا لانجستيس ضد اشياء عديده لربما كما نقولوا واحد عنده مشكل مع الاداره ولا واحد عنده مشكل مع اجهزه معينه وكل واحد وكما نقولوا الدافع نتاعو اللي خرج به. ولكن كاينين ذلك كاين تيار اللي عنده مطالب قال احنا لا ما نروحوش للانتخابات ما نروحوش لهذه احنا مثلا حبوا كما نقولوا احنا مجلس انتقالي. وكاين كما نقول الاخر تيار يرفض كلش نيليست كيف تقولوا نيليست يعني يرفض كلش نعم. عدمي يرفض. اذا الموازين القوى داخل هذا الحراك هي اللي راح تحدد المسلك اللي راح ياخذوا هذا الحراك يا يروح للتفاوض ام لا. هذا كما يقولوا رجع كما قلت لك الحراك هذا واش قصد اظن ان اولا اجراءات التهدئه لم تكتمل بعد ف 76 افرج على 76 متظاهر من بين مئات اللي راهم مازال موقوفين بين رموز الحراك وكابطابو وبومالا والكثير من الناس مازال لم يفرج عنهم والكثير من 76 كان في احصاء للذين نعم. مازالوا في كم عددهم؟ نعم اظن كان اكثر من 200 وشيء هكذا 220 ولا 30 اذن 76 يعني ان كان اكثر ربما البعض يقول اكثر اذن يعني ليست اجراءات فريمون والكثير من بين 76 هذوك استنفذوا عقوبه 6 اشهر يعني واحد نحي ونقول لك يعني النظام يعني دخل يعني سون بروبر بياج. الان الذين شفتهم انا اول امس من الحراش اللي خرجوا كانوا متظاهرين يعني سامبل متظاهرين يعني كانوا خرجوا سواء بالرايه او شاعر او الحراك كان دي جون كان عندهم يخدموا سي دي زانفوغراف يخدموا دي بينس هكذا يخدموا دي بينس داوهم للحبس بينس هكذا تتنحى وكاع تحيه الجزائر فوريفر الجيريا هكذا توجور حكمهم للحبس 6 شهور استنفذوا العقوبه. الان هؤلاء كي خرجوا من الحبس دركا ولاو ماشي متظاهرين ولاو مناضلين ولاو دي ميليتون ولاو عندهم قوه خرجوا ما كانش الحوار وما نتحاوروش مع الـ مع الـ مع الرئيس تبون والحراك يستمر يعني صنعوا منهم من غباء صنعوا منهم مناضلين كبار وعندهم دركا ولات عندهم يعني عقيده خلاص ولات يعني نضال في مخهم يعني الان من الرئيس المنتظر من الرئيس تبون اجراءات اكثر من التهدئه. اما نتكلم عن الحوار نعم كان هناك دركا تيارات زوج او ثلاث تيارات داخل الحراك اللي حابون يتحاوروا ولكن انا استغرب يعني لما تدعو للحوار لازم يكون هناك حزب سياسي او عنده مطالب مثلا الوصول الى السلطه مطالب يعني اجتماعيه هنا نعم يكون الحوار. اما الحوار على اشياء نعطيك مثلا بعض المطالب التي يعني كانت من 22 فيفري لهنا مثلا الغاء القوانين القامعه للحريات الفرديه والجماعيه هادو يعني نقرا لك دي بوندرول اللي رفضوهم مثلا الشعب. مثلا خلاف نعطيك نزيد لك برك
واحد تكريس مثلا حرية القضاء وإقصاء، أقول احنا شي إقصاء رئيس الجمهورية ووزير العدل من ترأس المجلس الأعلى للقضاء، كيف تتحاور على أشياء كما هذه يعني؟ دكتور أنا لا أدافع عن السلطة، ولكن نقول لك إبعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة ترأس المجلس الأعلى للقضاء هذا جاري، ولكن يتم بنص دستوري، حكينا عليه في هذا المجال من قبل. هذا لا يمكن أن يتم إلا بتعديل الدستور، وأظن تعديل الدستور راح نروحوا ليه، نقدر نتنبأ لك الآن بأنه في التعديل الجاي اللي راح يترأس المجلس الأعلى للقضاء هو الرئيس الأول عفوا للمحكمة العليا، نعم رايحين هذا الدستور هذا يا خلاف ما يقدر حتى واحد يرى التغيير إلا بتعديل دستوري، لأنه هذا نص تاع دستور 177 أظن المادة 177 تقول لك بأنه المجلس الأعلى للقضاء يترأسه رئيس الجمهورية، ما تقدرش أنت تبدل دير القانون والدستور، لازم تعديل الدستور، هذا واحدة. ثانيا تقول أنت يجب المطالبة ما تحوروش إلا إذا تحقيق مثلا إلغاء القوانين القامعة للحريات والحقوق، تكريس الحريات النقدية. عفوا نعطي لك مثلا ما هو، أعطينا مثال واحد، ما هي القوانين القامعة للحريات والحقوق؟ لا حرية التظاهر ما كانش تروح تظاهر، لازم ما احنا يعني الحراك هو من فرض هذا مش قانون في الجزائر العاصمة مثلا منذ 2001 ما كانش الحمد لله دو فاكتو الحمد لله. الان روح الولايات الاخرى ما كانش حرية التظاهر، حرية تأسيس الجمعيات، حرية تأسيس الاحزاب السياسية الصح اللي تمثل الشعب، وحرية القضاء، حرية الاعلام، هذه مذكورة في القانون. يعني مطالب يعني ان كان المطلب مرفوع إلغاء القوانين القامية للحرية، ما كانش قوانين قامية للحرية، والله ما كان. كاين سلوكات، نعم سلوكات، بعض السلوكات ضد الحريات، ضد القانون، ضد الدستور، نعم، ولكن ما كانش قوانين. لا يعني انه واحد يلفت لافتة انه عنده الحق، لانه احيانا بعض اللافتات غير صحيحة يا خلاف، غير صحيح. نعطي لك مثلا منع المظاهرات في العاصمة، تعرف بانه الدستور يعطي للمتظاهرين للجزائريين حق التظاهر. روح دير عندك، لازم تكون عندك هيئة، تروح دير طلب ترخيص، من حق الإدارة تعطي لك رخصة وتروح تتظاهر. هذه صارت في 2001 لما صارت الربيع الأمازيغي، صارت مشاكل، قرر كان في هذاك الوقت ظن علي بن فليس، قرروا وقف المظاهرات، ولكن الدستور يسمح بالمظاهرات، قانون يسمح بإنشاء الأحزاب، قانون يسمح بإنشاء الجمعيات، قانون يسمح بإنشاء النقابات. إذن بالضبط تكون هناك قوانين لتجبر المسؤولين على تجسيد القوانين. مثلا محاربة الرشوة كان في القوانين، الآن سلوكات هي اللي كرست الرشوة، يجب محاربة هذه السلوكات، يجب تطبيق العدالة إلى آخره، نعم. أما القوانين غير موجودة، ولكن الحوار، أنت لما تطالب مثلا بتكريس مثلا العدالة، تطالب بالعدالة، تحاور إذا كنت تطالب مثلا بإبعاد رئيس الجمهورية عن المجلس للقضاء، روح تحاور وفرض هذا المطلب، قال هذا المطلب لازم يكون، هذا المطلب الثاني لازم يكون، الثالث لازم يكون. وهذا كنا لهذا هناك تيار أكثر يعني قوي شوية في الحراك اللي راهو مع الـ يعني الحوار، ولكن بشروط، لأن هناك رأينا غير كيما 54 شخصية يعني داروا لائحة مطالب، يعني بلاتفورم فيها يعني إن كانت هناك يعني يستجيب لها الرئيس تبون، أظن أن لا يوجد شوف أنا رأيي لا يوجد حل آخر لحل الأزمات إلا الحوار، لا يوجد حل آخر. عبد الوهاب سبحان الله تروح مثلا فرنسا، حرية التنظيم النقابي، قد النقابة كاين، لأن تكوين ولا تشكيل النقابة يخضع الى شروط نعم حتى نعم. مثلا في فرنسا قدام حزب، احنا رانا قريب 60، سمعت، وكأن الديمقراطيه تكمن في عدد التنظيمات النقابيه وفي عدد الاحزاب، ماشي هذه الديمقراطيه يا سيدي. درك اللي يوجعوا راسه يروح يدير حزب، سمحني باش يدير حزب لازم تكون عندك، كاين في شروط، لازم تكون عندك قاعدة، لازم تكون عندك مناضلين. وزيد أنا ما نفهمش، حراك يطالب بحريات هو ماش قادر ينظم نفسه، وهو ماش مستعد أنه ينظم نفسه. أنا فهمونا برك واش تحوسوا، أنا نحب نفهم واش هذا التناقضات.
زيد 14 نقابه في قطاع التربيه في اش نقولوا اني قريت في المانيا ثلاثة احنا 14. ما فهمتش انا واش هذو 14 واش يمثلوا، هل يمثلوا نفس الاساتذه ولا مامش اني الاساتذه في الجزائر يختلفوا يعني من مدرسه الى مدرسه ومن ثانويه الى ثانويه. والله ما فهمت فيها انا ولا ما فهمتش انا واش نعاوزوا. قولوا لنا واش تعاوزوا، يا نروحوا فيري فيريتابل براتيك دو لا ديموكراسي، مش لا لوا دو لا جانجل اللي وجعوا راسه لازم لا يا جماعه. الديمقراطيه عندها ضوابط، عندها قوانين، عندك الحق باش الطالب باش تروح تظاهر، ولكن يا استاذ المحترم باش تظاهر لازم لك رخصه، لان راك راح تجن الشرطه. رخصه ما يعطيوها لكش. لا تجن الشرطه لا، باسكو دير التظاهر لازم تجيب شرطه، لازم تجيب شرطه، لازم يا لوردر بيبليك. واش ما تعرفش معنى لوردر النظام العام؟ ايماجينو غدوه دير هكا مظاهره تخرج ماهيش منظمه. لازم عمرك في فرنسا كي دير تظاهره لازم تعطيهم السيركوي باش هما ينظموا في الطلب. دير سيركوي في الطلب، المسار تاع الطلب. بس كاين مشكل تاع المرور، كاين مشكل تاع المرور، فهمت ولا؟ زيد لما تظاهره تخلق انقسام ولا انشقاق وكما نقولوا في المجتمع ولا في البلد، انا الدوله لها عندها لو دروا ديسكريسيونيل كومون ديون فرونسي، انها تمنع هذيك المظاهره. درك ماكش انت سي با توا كي ابريسي، سي لادمينستراسيون كي ابريسي. مثلا حتى المظاهره خلاف لحظه نعطي لك مثلا بعض المناطق ممنوع فيها المظاهرات، نعطي لك مثلا ممنوع دير تجمع قدام لي تونيل. ما تقدرش في فرنسا شفنا صرا جدل كبير لانه داروا مظاهره وصرا فيها موت على ضفاف نهر السين، نهر السين. هناك اماكن ينظم القانون، ما تقدرش ايا قال نفحتي نروح ندير مظاهره كما شفنا في قبل الانتخابات في الليل. التظاهر لازم لك جهه، لازم لك هيئه باسم الهيئه، لازم لك مؤطرين يتحملوا المسؤوليه، ولازم لك مسار، لانه وبعد هذا الطلب يطلب رجال شرطه لتامين المسيره، تنظيم المرور مثلا، تحويل مسار تاع السيارات، هناك عده اجراءات. وبالتالي وفعلا انا معك، احيانا دير طلب مثلا شفنا احزاب يديروا طلب ما يعطولهمش ترخيص، هذا غير معقول يعني، هذا يجب انتقاده، يجب التنديد به. محق اي حزب او جمعيه او معتمد وعنده شروط من حقه يدير معتمد هيئه او حزب او جمعيه، من حقك دير مظاهره، من حقك دير تجمع، اذا رفضت لك الاداره من حقك تنتقدها وتجيب الصحافه وتروح حتى تروح العداله تحاسبها. ولكن هذا شيء، والقوانين شيء، لان القوانين موجوده الان. الناس في الجزائر احنا ما نطبقوش القانون، حان الوقت باش نطبقوا القانون، هذا اللي كنا نعانوا منه في الصحافه وفي الاحزاب وفي الجمعيات وفي الثقافه الى اخره، وهذا هو. ولكن ليس لان القوانين موجوده في الجزائر، الحريات مضمونه في الدستور، كلش مضمون، مشكله تاعنا في التطبيق. الان يجي واحد في الاداره والي يقول لك ما نعطيلكش، رئيس بلدي يقول لك روح ما على باليش بك. هذا هو تغيير المنظومه. هل تعرف ان الوالي عنده السلطه يعني لو بوفوار باش يمنع مسيره، باش يمنع حقه وقفه، ليس من حقه، عنده دروه. نعم لاسباب معينه عنده. كيف تنتظر من حزب سياسي معارض يطلب مسيره او يطلب تجمع شعبي داخل قاعه ان يعطيه والي الذي عينه رئيس الجمهورية أن يعطي الموافقة؟ يعني محال. لهذا كنا نشوف شحال من أحزاب سياسية، شحال من تنظيمات إلا لمساندة، كما شفنا في السلطة السابقة، لمساندة رئيس الجمهورية. يعني عندك كل ليزيسباس، كل القاعات عندك. أما للمطالبة، شفنا مظاهرات داخل سبيطارات، لي ميدسان ضربوهم يعني ضرب مبرح، يعني ضرب تعداو عليهم. لما تقول كاين 14 مثلا 14
النقابه، هذه من سياسه نقول السلطه السابقه ليس النظام السابق. اما بوتفليقه مثلا في زمانه لما يكون هناك يعني نقابه قويه يخلق لها نقابه واحده اخرى لتتفاوض، حتى الاحزاب السياسيه يعمل نفس الممارسه، شاك فوا يعمل نفس الممارسه، يكون نقابه قويه دير لها نقابه موازيه نتاعها باش تتفاوض وتروح ويكثر للتكاثر ولتمييع ذلك تلك المطالب. مع زاولة بطارت يعني واش كان يهضر؟ قال حرية التنظيم. ما كاش ما عندهمش حرية التنظيم، وين راهي حرية التنظيم؟ روح انت روح الان الرئيس تبون عطى يعني بوادر الحمد لله حتى لدرك يعني جست بوزيتيف يعني للشعب للطبقة السياسية. روح دير طلب للاحتجاج يعني في الساحة العمومية للضغط على رئيس الجمهورية على يعني اي مطلب اجتماعي ماشي سياسي، شوف اسكو يعطيو لك ولا لا. لا راح نطرح لك سؤال برك يا اخي، شفت وصراف اللي مترو تاع باري كي العمال سمعتوا شكون يدخل؟ دخلت الشرطه تعطي لها الطبه ولا لي ميدسان سي ستانكور ستادير سي دي سوبر سيتويان بيان سور لا سي دي ميدسان وكانت المطالب تاعهم الاطباء المطالب تاعهم ماشي ليست فقط مطالب للسالير يعني على الشهريه، كان مطالب لتحسين المستشفيات لاصلاح المستشفيات اللي شفنا عندنا وزاره تاع اصلاح المستشفيات منذ 40 سنه وحنا نشوفوا ما شفناش اصلاح المستشفيات. لان اللي يخرج يطالب بتحسين ظروف الجزائريين سي ان سوبر سيتويان. خلاف لحظة عبد الوهاب، يعني الأطباء أو أي كان هم مثل المواطنين الآخرين حقه يتظاهر، ولكن هناك شروط للتظاهر، يعني طلب 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 ترخيص، عندك مسار تاع الجهة جهة تحمل المسيرة إلى آخره، هذا القانون اللي نظمه تنظيم المظاهرة. روح تقرأ عندك شروط ألف باء جيم دال. هل تم احترام هذه الاجراءات ام لا؟ بغض النظر عن هذا، من حق الاطباء يتظاهروا، هل درك الان من حقهم يتظاهروا يديروا مظاهره وفيها شعارات داخل المستشفى؟ لا ادري، انا ما نعرفش القانون، ولكن الاجراءات لازم تحترم من طرف الجميع. لا كي جاوا خارجين للشارع، هذه هي. انا حضرت، ما نكذبش عليك، حضرت في تظاهر تاع الاطباء قدام الرئاسه، لكن عبد الوهاب ضربوهم بطريقه مهينه، يعني يجب ان تحترم هذا بطريقه مهينه غير مقبوله بصراحه. معليش بصح انا مذهبيه انت راك صحفي، مذهبيه راك صحفي وهذا صحفي، ولا ما تاخذوش الراي تاع الطرف الاخر. مانيش قاعد لهنا باش كيما نقول الاخر نبرر ولا كيما نقولوا جوستيفي لا فيولونس، لا 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 لا، لازم انا كصحفي، انا كنت حاضر قدام ليسي ديكارت، هما الشرطه مداري الواحد طبيب حاكم واحد البوليس اسم فيه واحد الكلام يما ما خلالوش، يعني كاينين اللي جاوا افيك ليدي دو بروفوكي، فهمت ولا؟ ماش انا قاعد لنا نبرر، ماش قاعد نبرر، ما نظنش شرطي عاقل يستنى الاوامر لانه ما يضربش، يستنى الاوامر، كون ما تكونش اوامر ما يضربش، وكون ما كانش استفزاز ما يضربش. ولكن انا الشرطي جزائري والطبيب جزائري، ولكن كاين القوانين اللي تحكم بيناتنا، كاين قوانين الجمهوريه، درك هذه القوانين جافه ولا ماهيش جافه نغيروها، ما كانش حتى مشكل نغيرها. من حق الطبيب انه يظهر، من حق العامل انه يظهر، من حق الطلبه انهم يظهروا، ولكن لازم نعرفوا ايضا حدودنا، نعرفوا لان فيه قانون في هذا البلد، سي با لا لوا دو لا جانجل، لان باش نعطي صورة حقيقية على وصحيحة على الديمقراطية والممارسة الديمقراطية، أننا نحترم بالدرجة الأولى قوانين البلد، قوانين الجمهورية تاعنا، سينو لكل واحد يدير جمهورية على مقاسه. هذا واش راح نقول، واختونا من الشعبوية، واختونا من الديسكورات هذيك نتاع جي تهضر هاو صاي هاو هاو هاو، كما هذوك نهار هضرنا على القضية تاع وهران، ولينا احنا نبرروا العنف بصح، والصراع في باريس والصراع في الجزائر والصراع من الشتم هذيك نا ما كانش حتى تنديد واحد، احنا هضرنا برك فقط على حاولنا اننا نفسر، حاولنا اننا نحلل هذيك الظاهره هذيك الصوره، ولينا احنا نولي نبرروا في العنف. لا
وعلاش هذه كما يقولوا خرج بوا دو ميزور؟ لا وعلاش اللي تضرب في باريس ماهو جزائري؟ اللي في عمره قرن واثنين سنه وليده خرج للأمالة ونعت الجماعة اللي ضربوه وقال لهم أني نتفاهم وأنا جاي سمحني. وصلنا معليش لما يكونوا معليش كي يضربوا هما الناس ما همش بلطاجية وكي الجزائريين أخرين ما عندهم كيما يقولوا موقف اخر يوليو بلطاجيه يوليو تاع السلطه. السلطه ماهيش محتاجه بلطاجيه ماهيش محتاجه وما كانش السلطه تبقى انها تسير البلاد في حاله الاستقرار. لازم الا اذا كانت ديكتاتوريه بصح ما تخرجلكش البلطاجيه تخرجلك حاجه اخرى. هذا واش قصدي؟ لا المتكلم عن البلطجية احنا نددنا اللي يبداو يعني يهينون او يعني مع الشرطة بالكاشير نددنا بها ولكن لم تكن هناك الاغلبية ما ندوش الاغلبية ما ندتش انت ندت ولكن الاغلبية ما ندتش وهذا اللي خلى رد فعل مش مليح ودخلنا في فوضى كبيرة. انا شفت الكثير من رموز اقول رموز الحراك نددت بتلك الممارسات. انا شفت الفيسبوك نعرف الناس ندوا بهذا حتى الشعارات اللي تسرع. انا البارح البارح في الحراج سجن الحراج كان غاشي لهنا كان اللي كيخرجوا السجناء بوشاشي كان تما وبدات شعارات مناهضه للجنرالات ومهينه راح لهم قال لهم سكتوا سينو انا نروح ما نقبلش بهذه الممارسات. يعني الرموز الحراك ندد بتلك الممارسات. أما البلطجية هي بلطجية